دلوقتي هنختبر الدايت. تمام، هظبط الافو على وضع الام. تمام، هبدا اقيس الدايت. طبعا زي ما احنا عارفين ان الدايت اختباره بيديني قرايه ام في اتجاه وما ادينيش في القرايه في ما ادينيش قرايه في الاتجاه الثاني. هبدا اخد طرف مع الدايت زي ما احنا شايفين مش مديني قرايه. طيب اقلب الاطراف بتاعتي برضو مش مديني قرايه، وده الحاصل في بعض اجهزه الافو ان الرينج بتاعه قليل مش هيسمح لي ان انا اقرا القرايه الكبيره بتاعت الدايت. ففي الحاله دي هستخدم افو الرينج بتاعه اعلى. بالوضع ده هظبط الافو بتاعه على وضع الام، هاخد الاطراف بتاعته وابدا اقيس اطراف الايه الدايت بتاعه. احنا شايفين هقيس الطرف ده مش مديني قرايه في الاتجاه ده، ابدا اقلب اطراف هيديني قرايه زي ما احنا شايفين مديني 14.9 اوم او تقريبا 15 ميجا اوم. ده 14، القرايه بتاعتي 14.8 ميجا اوم، بيديني قرايه في اتجاه وما ادينيش قرايه في الاتجاه الثاني. لو عندي مشكله في الدايود طبعا بيبقى شورت سيركت ويديني قرايه صغيره جدا بالاوم، في الحاله دي بيعمل لي شورت وبيضرب لي الفيوز الجهد العالي، او في بعض الموديلات اللي ما فيهاش فيوز جهد عالي بيضرب الكارتة نفسها او الفيوز بتاع الباور داخل الباور. فزي ما احنا شايفين بيدي قرايه في اتجاه اللي هي زي ما احنا شايفين 14.8 ميجا اوم، ما بيديش قرايه في الاتجاه التاني. وشكرا.